قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيد إن الوزارة أعدت خطة عمل لدعم الفلاحين والمزارعين في الفترة القادمة، في مقدمتها توفير قاعدة بيانات سليمة لخدمتهم. أيضا بنحتاج أن احنا نوفر قاعدة بيانات سليمة سواء بالنسبة للإنتاج الحيواني أو السمكي أو الداجني أو النباتي والحيازات الزراعية، وأن احنا نطبق كارت الفلاح ونبتدي في تطبيقه إن شاء الله، لأنه ده هو الوسيلة لتكوين قاعدة بيانات صحيحة على مستوى الوزارة، لأنه لا يمكن طبقا للإدارة الرشيدة أنها تتخذ قرار بدون قاعدة بيانات سليمة. لو قاعدة البيانات اللي عندي مش سليمة يبقى أكيد القرار هيشوبه بعض العوار، وهذا أمر غير مطلوب في المرحلة المقبلة.